في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الشارقة، وأيضاً أخص بالذكر جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وسعيد جداً الحمد لله رب العالمين بحصولي على هذه الجائزة في هذه الفئة، فئة المذيع المؤثر، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أكثر لخدمة هذا البلد المعطاء. طبعاً القيمة لهذه الجائزة هو تأصيل دور التواصل الاجتماعي بين الحكومة وبين أفراد الشعب بشكل عام، فهذه يعني تعرف أيضاً تزيد تشجيع الإخوان العاملين بهذا القطاع كله. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.